كوكو لي زامي، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. الوغ كيف ما كتشوفوا اليوم شت لكم محل اخر في التيره، نفس الشارع ديال المحل اللي كنت صورت لكم من قبل ديال الجلال. فاش شافوه البنات قالوا لي عافاك نعيمه، فيما تكون شي اوكازيون بحال هذه صوري يعني انا باش تكون عندنا فكره على كاع المحلات اللي كيبيعوا جليبات هكا زوينين باللوينات زوينين، واثمنه اللي كتكون مناسبه باش حتى الا ما لقيتوش داكشي اللي يعجبكم عند هذا المحل غادي تشوفوا ان شاء الله ضروري تلقاوها في المحل الاخر. الوغ اليوم ان شاء الله غادي نمشيو عند محل مسيو ماطي مع واحد السيده تما كاين، صراحه عندها جليبات واعرين، لوينات طوب، فينيسيون زوينه. نتوما راه غيبان لكم كلشي في لا فيديو، صراحه فينين اللوينات سورتو اللوينات الصيفيين، هانتوما راه غيبان لكم خضيضر الصفر الليموني. وبالنسبه للاثمنه راهم ابتداء من 300 درهم، كاينين ديال 300 درهم 400 450 وكتبيع حتى فولارات. المهم انا كلشي غادي نصوره لكم، وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وتكونوا استفدتوا فيه كيف ديما ان شاء الله. وبسلامه عليكم حتى الفيديو الماجي مع بلاصه جديده ان شاء الله. سلامه. Thank you.